رجعنا لحضراتكم مره تانية على الهواء مباشره ومستكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. وما زالت المخاوف مستمره بخصوص سد النهضه الاثيوبي في التاثير على حصه مصر من مياه النيل، وكمان تقرير اللجنه الثلاثيه صدر، لكن ما حدش دلوقتي يعني يعلم تفاصيله ايه، والله اعلم بيقول ايه. في فقرتنا النهارده هنناقش الحقيقه العلميه لسد النهضه الاثيوبي، هل له ايجابيات، ايه مدى سلبياته، والاهم من كده ايه البدائل اللي مصر لازم تشتغل عليها في حاله حدوث فعلا ازمه حقيقيه. هيكون ضيوفنا النهارده اللي نورنا بخصوص هذه الفقره دكتور عبد العظيم نجم رئيس قسم الهندسه البيئيه بالجامعه المصريه اليابانيه، صباح الخير يا فندم. ودكتور سيد مختار باحث بقسم الهندسه بقسم هندسه المياه والمنشات المائيه بجامعه الزقازيق، صباح الخير يا فندم. صباح النور. خلينا نبدا يا دكتور عبد العظيم، وخلينا بشكل بسيط جدا نفهم الموضوع من بدايته زي ما بيقولوا، ونعرف سد النهضه بيقام فين بالظبط على النيل، وهو يعتبر من اي نوع من انواع السدود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الموضوع ليست جديدة. ما احنا عارفين ان الموضوع يعني مش جديد. يعني القصة من 56 ايام عبد الناصر اتكلم على سد العالي، بدأ مكتب الاصلاح الامريكي ودي جهة حكومية امريكية في انه يعمل دراسة مكثفة في المنطقة بتاعت اثيوبيا، وبعد سنة 64 طلع بدراسة مكثفة انه ممكن انشاء حوالي 34 سد في المنطقة دي. منهم هذا السد. لكن كلها سدود صغيرة، يعني ارتفاعات صغيرة ليست بالضخامة بتاع سد النهضة، لأن سد النهضة أول ما أعلن عنه ما كانش بالضخامة دي، لكن هو تم تعديل التصميم بتاعه على مراحل مختلفة لحد ما وصل للوضع الحالي. يعني كان قبل ذلك لا يثير أي مشكلة، يعني سدود صغيرة تولد طاقة وبعدين المية تعدي وديرنا ما فيش. لكن هو تم إعلان عن إنشاء السد يوم 2 فبراير 2 فبراير 2011، معناها وانت في نقطة ضعف والدولة يعني ما انتش عارف الوضع بالتحديد ايه، الوضع السياسي مين اللي جاي مين اللي رايح، فاحنا مشغولين بهمنا الداخلي في التوقيت ده اعلن. هو بيقام فين بالظبط يا فندم على النيل؟ موقعه على الحدود، هو في اسمه سد الحدود في البداية لانه بيقع على الحدود ما بين اثيوبيا والسودان على بعد 20 كيلو من السودان. واللي يتبع المنطقه دي كلها منطقه الميل بتاعها شديد جدا، قد يصل للميل 135 سنتي على الكيلو، وده شديد جدا، يعني هناك مخاطره كبيره بالنسبه للسدود عاليه الارتفاع لان الميل شديد يعني في المنطقه دي كلها. والا كان المكتب صح كان من زمان قال ان السدود ممكن يبقى فيه سد ارتفاعه عالي، فهي المخاطره في ان هم تم تعديل التصميم. وبالتالي هذه الفكره بقى فين انا كنت عايز اكلم حضرتك فيها، اللي حضرتك بتقول ان دلوقتي تم تعديل الرسم، يعني تم تعديل التصميم بالظبط بحيث يبقى الساعه التخزينيه تصل الى الارقام فيها تفاوت، يعني اللي نشروه في يونيو 2012 ان هو ساعه التخزينيه 64، لكن يمكن دي الساعه الحقيقه، لكن المعلن دلوقتي ان ساعه التخزينيه 74 مليار متر مكعب. طب بالنسبه رقم كبير جدا في منطقه زي دي مع الميول الشديده، يعني الخبراء بياكدوا ان هو الميل الشديد ده بعد فتره بقى حوالي 40 سنه هيبقى السد الخزان امتلأ تماما بالرسوبيات، وبالتالي في حين السد العالي بتاعنا عمره يزيد عن 500 سنه فات منهم مثلا 40 ولا حاجه والباقي، لكن السد الثاني لا، الميل الشديد وتراكم السيدمنت والسبيات هيعجل من العمر الافتراضي على السد، وبالتالي هنا خطوره اصلا على اثيوبيا كمان مش على مصر والسودان. طب خليني ارجع لحضرتك تاني في النقطه دي، وعايز اعرف كمان بالنسبه للسدود الاربعه في الخطه المستقبليه ايه مخاطرهم، وعايز اعرف ليه السد خطر على اثيوبيا وهي خلاص يعني هي غالبا ابتدت دلوقتي تنشئه. بس عايزه اجي للدكتور سيد، حضرتك ناقشت يمكن رساله دكتوراه كامله عن سد النهضه الاثيوبي. تمام. وخليني اسالك بصراحه عن المخاوف والتوتر الحالي من بناء السد ده، هل ده مبالغ فيه ولا فعلا في ازمه حقيقيه احنا هنعاني منها واثيوبيا زي دكتور عبد العزيز بيقول هتعاني منها كمان؟ تمام. هو احنا ما نقدرش نكبر حجم المشكله ونقول ان هيبقى في مشكله كبيره هتاثر على البلد، وفي نفس الوقت ما نقدرش نتجاهل التأثيرات اللي هتتأثر بيها سد النهضة. طب أنا عايزة بشكل بسيط جدا عايزة الإيجابيات والسلبيات.
تمام. احنا عملنا دراسة بنقيم بيها تأثير إنشاء سد النهضة بوجه خاص على الإدارة المتكاملة للمياة في مصر. الدراسة كان من فترة استشعرنا طبعا أهمية إنشاء السدود بالنسبة لأحواض الأنهار بوجه عام، لأنها بتعتبر وسيلة لاستثمار سريع عن الاستثمار الزراعي وأهمية المياه بالاستثمار بوجه عام. أثيوبيا من فترة أعلنت عن إنشاء السد. السد طبعا بدأ قيم التخزين بتاعته تتفاوت ابتداء من 12 مليار وصولا إلى أعلى قيمة 67 وصولا إلى 74 مليار متر مكعب. حجم التخزين ده بيتطلب ارتفاعات كبيرة من ارتفاع السد، بدأ لحد ما وصل 145 متر ارتفاع السد. كمان المنطقة اللي بيقام فيها السد هي على الحدود، يعني في حدود من 20 ل 40 كيلو متر قبل الحدود السودانية، وده بيديني مشاكل ان انا في حالة انهيار السد يعتبر المتأثر الرئيسي هو السودان، وكمان ممكن يوصل تأثيره وصولا الى مصر، بالنسبة انه ممكن اذا حصل انهيار لا قدر الله بالنسبة للسد بالشكل ده، اذا تم طبعا استكمال تنفيذه هتولد عندي موجة من المية كبيرة يعني شبيهة بموجة السونامي. دي ممكن يعني في بعض التقديرات اللي هي ما نقدرش نسميها دراسات دلوقتي، انها ممكن المياه توصل في الخرطوم ل 14 متر، ممكن تاثير المياه دي يوصل كمان لحد ما يوصل عند السد العالي. احنا عندنا الحمد لله بالنسبه للسد العالي بعض الاحتياطات الامنيه، ان احنا ممكن نقدر نفتح المفيض، نقدر نمتص الصدمه اللي هتيجي دي بردود فعل مبدئيه سريعه قبل وصول هذه الكوارث. لكن بالنسبه للدراسه بتاعتنا احنا طبعا بدانا في الاول على تاثير السدود بوجه عام، وكان اهمنا او اهم في دماغنا نشتغل على سد مروي في السودان. سد مروي بالنسبه للي ما يعرفش عنه يعني بعض المعلومات، حجم التخزين حجم التخزين بتاعه في حدود 12 مليار متر مكعب، لكن هو تم تنفيذه وتشغيله مصر ما حسيتش بيه قوي، يعني بعض الناس طبعا ما حدش عارف بيه بالنسبه لغير المتخصصين، لان تاثيره كان بسيط. لما بدا يعلن عن سد النهضه اثناء بدئنا او شغلنا في الدراسه وحسينا باهميته واستشعرنا بالخطوره اللي هيأثر بها على مصر، فحولنا الشغل من دراسه تاثير سد مروي الى دراسه تاثير سد النهضه. برغم ان كان في عندنا معوقات كتيره جدا طبعا، الليك اوف داتا ما فيش داتا خالص بوجه عام، لان هم اعتبروا الموضوع بشكل من السريه جدا. والموضوع انشاء سد النهضه كان بدا بشكل هلامي اعلاميا، يعني يسموه مره بروجكت اكس، يسموه مره سد الميلينيوم، يسموه سد، لكن هو الاسم الاساسي سد بوردر او السد الحدودي، لانه وجوده طبعا على الحدود الاثيوبيه السودانيه. المسمى من بروجكت اكس للميلينيوم لسد النهضه العظيم، يبدو ان هم كانوا محتاجين يعملوا بعض المداعبة السياسية أو نوع من التفاوض السياسي بالضبط. النتائج الأبحاث بتاعتنا أو نتائج البحث هو طبعا جاري أو مستمر بإذن الله في بعض النقاط اللي ما قدرناش نخلصها في أثناء الدراسة، إن احنا هنكملها، زي تأثيره على الرسوبيات، تأثير مثلا انهياره على السد العالي أو على بعض السدود اللي موجودة في الداون ستريم بالنسبة له أو في الخلف، زي سد مروي، بعض السدود اللي موجودة في السودان اللي هي تعتبر أقل منه في الحجم، وكمان تأثيره على السد العالي. في بعض السلبيات ما نقدرش، هي تعتبر سلبيات فنية، ما نقدرش نقول ان هي حتمية الحدوث، وما نقدرش في نفس الوقت نقول ان هي مش موجودة. لا، هي موجودة. ازاي؟ هم اعلنوا ان هم هيملوه على 6 سنوات، 74 مليار متر مكعب على 6 سنوات. بالحساب البسيط خالص اي حد غير متخصص يقول انا عندي نقص مقداره 74 على 6 سنوات فيها 12 مليار متر مكعب سنوي. الدراسة بتاعتنا بعد ما خدنا بعض العوامل التانية اللي بعض الناس ما بتبصلهاش، زي السيبج أو التسرب اللي بيحصل من خزان، زي البخر اللي بيحصل من خزان، وصلت ل 12 مليار متر مكعب في حالة إن هم يملوه على 6 سنوات ل 13.3 مليار متر مكعب سنويا. والرقم ده يمكن جديد شوية بعض الناس هتتفاجأ بيه، لكن أنا ما أقدرش أقول إن ال 13.3 دول واجبين الحدوث، يعني ما أقدرش أقول إن هم لازم هيحصل عندي نقص في الخزان مقداره 13. أنا لسه في مجال البحث السياسي ومجال التفاوض السياسي ما بين مصر وأثيوبيا. بالإضافة كمان إن أنا إدارة المية بالنسبة لي مش شرط النقص اللي هيحصل ده أوزعه على الداون ستريم، أوزعه على مستهلك المية، يعني مش شرط ال 13 مليار اللي هنتقاسم فيهم كنقص بيننا وبين السودان إن احنا هيبقوا هيتطبقوا بالفعل على المزارع اللي هو يعتبر المستخدم الأول للمية. ال 13 مليار دول ممكن انا اقدر في خلال الست سنوات اللي هم هيملوا فيهم السد، طبعا عن طريق التفاوض السياسي رقم واحد ان انا اقلل او ازود فتره عمر ملء الخزان، وبالتالي اقلل التاثير السلبي، وفي نفس الوقت ان انا ممكن اطبق بعض السياسات المعروفه عالميا، سياسات اداره الميه، سواء ان انا اعمل اداره للموارد، احاول ازود او اعظم مواردي، سواء من ميه النيل او من ميه المطر او من ميه المطر طبعا ما اقدرش، لكن اقدر اعمل حصاد بقدر الامكان، ميه جوفيه اقدر اهتم بها شويه. بالنسبه لميه نهر النيل، في بعض المشاريع المقترحه قبل كده اللي كان جاري تنفيذها ووقفت
فرصه طبعا ان احنا نبدا نسعى فيها كسعي سياسي ان احنا نزود طبعا المشاريع دي او نرجع نلاقيها تاني او نرجع طيب. نزودها. خليني بس اجي لدكتور عظيمي عشان انا عايزه اخد من دكتور سيد واجي للموارد وكيفيه فعلا استخدام الموارد زي ما بيقول المداعبه السياسيه اللي هتتم. يعني بمعنى اخر ايه البدائل اللي مصر لازم تشتغل عليها دلوقتي في حاله فعلا حدوث ازمه موجوده ونقص المياه، خصوصا ان في اراضي فعلا زراعيه هتبور كتير وعدد كبير من الفلاحين هيتم القضاء عليها. يعني المساله معقده جدا لان الحسابات اللي عملها الدكتور سيد مبنيه على متوسط الصيان او كميات المياه اللي بتيجي من وبالتالي هو قد تخل عن ذلك المتوسط ده، مش بالضروره المتوسط ده يحدث، ممكن يبقى اقل من كده واكتر من كده. فالمخاطر تتوقف على فتره الملء وكمان على الفلو اللي جايه. لو تصادف ان الكميات اللي جايه كلها اكتر بكثير من المتوسط فده من حسن حظنا من حسن حظ الجانب الاثيوبي. لكن ده الحاجه الايجابيه اللي موجوده في السد النهضه يعني. ما احنا ما نعرفش ما نعرفش لسه هو الفيضان ده يعني احنا ممكن نتنبأ بيه لكن مش بالضروره توقعنا يصدف لان في تغيرات جلوبال وارمنج فالمساله ما هياش بالضروره تيجي زي ما احنا متوقعين. لكن مش معنى كده ان احنا نتوقف عن البحث والحسابات طبعا. الإدارة المصرية عليها أنها تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة. يعني مفيش وقت إن احنا زي قبل كده نستنى لأن هو أثيوبيا عازمة ومستمرة في إنشاء السد. ده صحيح. والكلام ده نشر على الإنترنت وتقارير منهم وزارة الخارجية نشر تقرير في يونيو 2012 وقايلة خطتها ومحددة الإنتهاء. كل الكلام ده مفهوش دلوقتي أصبح في جدال يعني. بيرتبوا أمورهم. فإحنا هناك جانب سياسي لازم الدولة تتخذه بسرعة وهناك جانب آخر إداري من ناحية ترشيد استهلاك المية، ترشيد استخدامات المية، اللجوء إلى طرق أخرى في الزراعة بدل الري بالغمر وطرق أخرى حديثة. والخبراء بيتكلموا عن المسألة دي من زمان مش النهاردة. إحنا يعني آجلا نحن نقابل مشكلة في المياه لأن حصة الفرد دلوقتي انخفضت حتى وصلت إلى 660 متر مكعب للفرد في السنة. المتوسط عشان بقاش في فقر مائي 1000 متر مكعب في السنة. فإحنا دلوقتي فقراء مائيا واللي بوصلنا من نهر النيل أقل بكثير من اللي بوصل أثيوبيا. يعني أثيوبيا بتقول لك أنتوا بتاخدوا حصة كبيرة في إحنا بناخدش حاجة، هي في الحقيقة بتاخد أكتر منا بكتير لأن اللي بينزل عليها حوالي 500 مليار متر مكعب. كل الغابات اللي عندها ورؤوس المواشي اللي بتربيها كل ده ناتج من الأمطار اللي بتنزل على الهضبة. إحنا بيوصلنا في النهر جزء بسيط حوالي 11%. إحنا والسودان بنقتسم هذا 11%، فإن شئنا أو أبينا السكان بيزيدوا المشكلة في جزء منها هينتج عن السد والجزء الاخر نتيجه السكان زياده السكان، وبالتالي لازم نتخذ اجراءات عاجله. طيب خلينا نقول ان حصه مصر من النيل 55 مليار متر مكعب، هل هي مناسبه وكافيه لاحتياجات مصر؟ بالتاكيد معروف ان يعني احتياجاتنا الحاليه اكتر من كده، احتياجاتنا الحاليه اكتر من 55.5 مليار متر مكعب السنويه. وبالتالي دي مش كافيه بالتاكيد يعني. والكلام ده مش جديد ومعروف، عشان كده الخبراء من زمان بيتكلموا ان احنا لازم نتحرك بسرعه ان احنا نرشد الاستهلاك. توعيه حملات مكثفه جدا بحيث الناس نفسها يمكن الاستهلاك الادمي والصناعي قليل لكن الاستهلاك الزراعي حوالي 50% من استهلاك المياه في الزراعه. وبالتالي اذا احنا انتقلنا للطرق الري الحديثه التنقيط والرش وخلاف الري تحت سطحي قد نصل الى ان احنا نوفر 40% او اكثر من المياه المستخدمه في الري. دي هتساعدنا في ان احنا نستصلح اراضي اخرى وفي نفس الوقت اذا حصل وما قدرناش نحل المشكله مع اثيوبيا يبقى احنا عندنا مورد بديل نقدر نغطي بيه العجز طبعًا. والبور والتبوير اللي هيحصل في الاراضي. طيب دكتور مره ثانيه عايز ارجع للسد اللي موجود في السودان لان السودان ظهرت في الصوره دلوقتي، هي كانت موجوده من البدايه وحضرتك قلت يمكن احنا ما خدناش بالنا منه بس انتوا كنتوا شغالين على الدراسه طبعًا. بتاعته بس كمان في سدود اربعه جايه في الخطه المستقبليه ودول اكيد لهم مخاطر كمان. دي سدود اثيوبيه بالظبط اربع سدود اثيوبيه. هي اثيوبيا جاهده
من فترة مش كبيرة لكن من الخمسينات وهي بتفكر في إنشاء عدد كبير من السدود، لأن في بعض التقديرات كمان بتوصل السدود المقترحة في أثيوبيا لـ200 سد سواء كان صغيرة أو كبيرة. أهمها طبعا هم 4 سدود كبيرة، أكبرهم هو سد مروي اللي بيوصل 74 مليار متر مكعب. سد النهضة. بالنسبة للسد اللي موجود في السودان وتأثيره على مصر. تمام. السد اللي موجود في السودان طبعا آخر سد اللي هو سد مروي ده حجم التخزين بتاعه كان 12 مليار متر مكعب، تخزينه حصل نقص في سنة الملء أو في السنتين اللي بعد الملء يقدر في حدود 2 مليار متر مكعب. ويعني احنا بنتقاسم دايما في أي نقص ما بيننا وما بين السودان، فما حدش حس بيه طبعا غير المتخصصين، ما حدش حس بتأثيره. التأثير كان بسيط 12 مليار مش مشكلة. حتى السد ده سد النهضة اللي أول ما أعلن عن يعني زمان لما تتخطط هو كان الكباسة 11 أو 12 مليار، دي أرقام صغيرة يعني بتتملي بسهولة سواء على سنة أو اثنين أو ثلاثة بسهولة، وبالتالي ما تأثرش كتير. طيب لأن احنا عندنا وحسد العالم ما هيش تخزين سنوي، تخزين أكثر من سنوي متعدد السنوات، وبالتالي عندنا كميات لو حصل نقص 2 مليار 3 مليار 4 مليار هنقدر نغطيهم من التخزين قدام سد العالي. ما فيش تخطيط انا عارفه، بس بالنسبه لتبوير الاراضي الزراعيه يعني قصدي السدود المنخفضه يعني لا يوجد عليها اعتراض كبير، لان دي مش هتاثر كتير اثناء ملئها على سعه التخزين اللي عندنا. هي المشكله الكبيره مش في سد النهضه لو كان هيستخدم للطاقه، هو في الحقيقه الكلام اللي بيتقال ومعلن اهو ان هو هيستخدم لتوليد طاقه بالزبط. لكن الكلام المكتوب غير كده تماما، التقارير اللي بتنشر ومكتوبه ان هم عندهم استثمارات طموحه للزراعه يعني تصل فمسألة هي دي هي ده هو ده الخلاف الاساسي. اسرائيل ليها يد كبيره جدا في الموضوع كمان، مش عايزين ننسى كله حول انه لو استخدم في الزراعه معناها ان انت المايه اللي بتخزنها تستخدمها وبالتالي ما بتجيش ليك. والسودان ايضا عندها حوالي 6 مليون فدانة اذا تزرعهم خلف خلف السد، واثيوبيا عندها رقم شبيه بكده، وبالتالي الفدان بيستهلك تقريبا 6000 متر مكعب. فلو ضربتي 6000 في 12 اللي هم 6 مليون فدان عند السودان و6 مليون فدان عند اثيوبيا هيطلعوا 72 مليار، يعني الرقم اللي هو هيتخزن قدام. وبالتالي هو ده الخطر اللي مخوف الخبراء في مصر، هو ده ان هو يبقى استخدم في اغراض الزراعه، وبالتالي بيعتدي اعتداء كلي على حصه مصر وعلى الشعب المصري. طيب يعني بيحكم على الشعب المصري بس عشان الوقت انتهى، عايز اعرف النبأ لاتفاقيه حوض النيل. مش المفروض الاتفاقية بتقول ان لازم الرجوع لمصر قبل انشاء هذه السدود ولا انا بقول لحضرتك ما هي الموضوع ما هوش موضوع فقط سياسي، الموضوع سياسي واخلاقي واجتماعي وقانوني وبيئي وعلمي، وهناك جوانب متعدده في الموضوع كلها محتاجه تتبحث وتتدرس. يعني تلت ساعه ولا ربع ساعه دي اتفاقيات دي يا دكتور يعني اتفاقيات يعني من 23 و 59 ولما بيخالف الاتفاقيه فهو ده الجانب الاخلاقي لانه ما بيلتزمش. طيب. يعني بدأت اتفاقية عن تيبي كان اعتراضاتنا احنا الأساسية على بعض النقط المتعلقة بالرجوع إلى مصر، يعني هم كان هدفهم الأساسي أن يبقى الموافقة على أي قرار يخص حوض النيل بالأغلبية المطلقة بدون الرجوع إلى مصر. حاليا هنبدأ ندرس مخاطر سد النهضة والسدود الأخرى، ولو حصل انهيار لسد النهضة هيأثر إزاي على السودان وعلى مصر في سد دكتوراه في الجامعة المصرية اليابانية. يعني نبدأ فيها في الفصل اللي جاي ده، لأنه موضوع ما لازم يعني طبعا. قبل ما يكتمل في 2016 نكون وصلنا لوضع لو حصل لي انهيار هيأثر إزاي على طبعا. المنطقة كلها. كان معنا ضيوفنا النهاردة دكتور عبد العظيم نجم رئيس قسم الهندسة البيئية بالجامعة المصرية اليابانية، بشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا. دكتور سيد مختار باحث بقسم هندسة المياه والمنشآت المائية بجامعة الأزهر. شكرا بشكرك يا فندم. شكرا. ننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد، فخليكم معانا.